السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي البلندر وده برنامج اوبن سورس ومجاني ومنافس للثري دي ماكس والمايا. اصبح دلوقتي تقدر من خلاله تكون صور، بقى في حاجة جواه تابعة للسوبر ديفيجن في ادنس بتضاف، فبأي لحظة تقدر تكتب انا عايز صورة فيها كذا كذا، يبدأ ياخد البرومت ده ويحوله لك لصورة. ده المستقبل خلاص، بقى الموضوع فعلا البرنامج بقى موجود وتقدر على طول تكتب بس تكست يروح عامل لك الصورة في قلب البرنامج. تعال نشوف اهوت، كل عليك ان انت تكتب التكست وهو يعمل لك صورة زي ما انت عايز. مجرد اهو خد البرومت واكتب له دريم، تدوس بس على دريم انيميشن يبدأ يكون لك صور، تبدأ تختار الصورة اللي انت عايزها تبقى موجودة في البرنامج. فدي حاجة كويسة جدا انها ظهرت في البلندر، فمجاني هيبقى عندك الذكاء الاصطناعي في قلب البرنامج بتاعك وتقدر تكون صور زي ما انت عايز.